الشغلة بتاع التخلف ووهم لا ما بمشي. طيب انا امشي قدام، امشي قدام، لسه انا ما اتكلمت، انا بس بجيب فيديو الناس تحلل بس، ما في حاجة اسمها أربعة طويلة ولا خمسة ستة طويلة ولا كله كلام لغط ساكت، ما تجرونا بكلام فضفاض يا جماعة، ده كله فضفاض ساكت، كلام فضفاض ساكت، ما في أي جدوى. طيب نمشي قدام، تحياتنا يا جماعة، الناس تعمل لنا شير بقدر ما تقدر، الناس تعمل شير بقدر ما تقدر، دارين يرجعوا ناسهم ديل بأي مفهوم، دارين يرجعوا ناسهم ديل بأي فهم، لكن في معادلة وسخة جدا، تعرفوا في معادلة وسخة جدا. طيب نردم عبد القادر هنا ونمشي قدام. اسمع الزول ده الجنجويت الرباطي ده قبل كده جاب ناس مني في دارفور، انا قبل سردت المكالمه الصوتيه حقه لكن ما تميتها، فحس في جماهير كثير تتم المكالمه الصوتيه حقته. ما في مزايدات، وبحضور كل ابناء الشعب السوداني مختلف ولاياتهم واقاليمهم. نحن امس استقبلنا اول موكب لاهلنا من الشمال نهر النيل والشمالية، أكثر من 600 باص وحفلة، والجزيرة والوسط والنيل الأزرق وسنار والشرق وغيره، ودارفول الولايات الكبرى الآن متحركين في الطريق بأكثر من 1800 عربة. المرة دي تشكيل الحكومة ده بحضور كل أبناء الشعب السوداني. 1800 عربة من حقهم ناس دارفور يجي يشاركوا، لكن يشاركوا في اعتصام. الزول ده اول حاجه جنجويتاوي، ده جنجويت ومناصر لهمتي، معناته في جنجويت جايين الخرطوم. 1800 عربيه دي ما تعمل للشعب الدارفوري على فكره، دي الجانجا، تعرفوا الجانجا جوكم في الخرطوم، خليت يوزعوا لكم، ده ادوا 100 مليون وده ادوا 300 مليون وده كده كده، وحاجه القروش بكره بتنتهي زي الحبوت، لان الدولار ب 500 الحاجات غاليه، قروش وزعوا لكم ده بكره بتاكلوها كده حبوت بس صفوفه انتهت، تمشوا وين؟ بلدكم كلكم مليان فيها جنجويت. نمشي قدام، نردم عبد القادر ده، نردم عبد القادر يا جماعه، الله القميص ده سخن عديل والله صدقني. نردم عبد القادر، عبد القادر قال كلام وسخ وسخ، موضوع بتاع الاعتصام ده يا جماعه كلكم شاهدتوا في السوشيال ميديا وانتهينا منه. نمشي قدام لانه كله مشير في السوشيال ميديا، وفي ناس شافوا مباشره الحاجات اللي قاعد نجيبها دي كلها. تمام، فنرجع لعبد القادر نجغم لك. المعركه دي معركتنا نحن بس كعرب، ونحن قادرين على معركتنا، لكن مستهدفين البجا، مستهدفين النوبة، مستهدفين الناس دي كلها. بس إذا شوفوا في كثير جدا من الناس قاعد يطلعوا يقول لك يا أخي والله النوبيين دي ما حضارتهم، والحضارة دي أصلا كانت حقتنا، لكن هم سرقوها مننا. الكلام ده قاعدين يقولوا مثقفين. الكلام ده قاعد يقوله محمد جلال هاشم ذاته. محمد جلال هاشم قاعد يقول الكلام ده. قاعد يدي الناس حق في الحضارة النوبية. طالما اديتهم حق في الحضارة النوبية يا محمد جلال هاشم، بعدين لما يجوا يذبحوا أهلك ما تبغى تتباكى لنا، ما تبغى تتباكى يا محمد جلال هاشم. انت اللي قلت للناس دي انه الحضاره دي حضارتكم، انت اللي قلت للناس دي يا محمد جلال هاشم انه انتوا الحضاره دي بنيتوها، وحتى النوبة الموجودين في جبال النوبة وانت محتمي بيهم بتقول لهم انتوا نوبيين اصليين، الناس دي ما نوبيين اصليين، الناس دي كانوا عباره عن خدم، كانوا عباره عن خدم وعبيد في 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 مملكه كوش. طيب زوركم ده قبل اليوم نكر، انا لما جبت له الفيديو قام نكر قال انا ما قلت لزول ابي، وحسي للنوبة شت اي نوبة، القاعد في الخرطوم، القاعد في القضارب، القاعد في اطبر، القاعد في بورصدار، القاعد في الجبال هناك، في جبال النوبة هناك، الزول ده جغمة، ده فحمهم كله، الله العظيم، ابى من ابى ورضا من رضا.
تفرفر تكورك تنطط تجطط، نحن ذاته دايرين يومي تقول كلامك ده بس، ونحن نرفعه بس، انت قول ونحن نرفعه بس، نسقطه بس، نسقط الموضوع ده. واهلي اوي في دارفور ولا عندكم شغله باعتصام، ولا تنشغلوا باعتصام، ولا عندكم قضيه بندقيتك وعامل نايم بس، عامل غمران بس، قايم من بعيد بس، ما عندك اي شغله. بس ده شوف، دار تسمع كلامي اسمع، ما دار تسمع عليك كيفك، دي حاجه بترجع لي. لانه والله لو الدوله دي اتعالت للجنجاويد بجيب بلوكم، بجيب بلوكم في دارفور زي ما كلام ابو رحف. والله جب. شفت الزول ده؟ شفت الزول ده؟ شوف الوسخان ده، شوف قال شنو؟ قبل اليوم لما درشناه لك بالفيديو بتاع اللي هو الزول ده عدى، قلت له ما ممكن انت تدي لواحد دعوه ويجي ينبس على كيفه، لكن في النهايه هو ذاته قال الكلام ده، وتتحمل المسؤوليه يا حبيبنا يا روح امك انت. طيب اسمع الكلام ده عشان تتاكد انه الزول ده قاعد يقول شنو. بكرر كلامه ده ثاني. حرب، ونحن قادرين على معركتنا، لكن مستهدفين البجا، مستهدفين النوبه، مستهدفين الناس كلها. بس اذا شوفوا في كثير جدا من الناس قاعد يطلعوا يقول لك يا اخي والله النوبيين دي ما حضارتهم، والحضاره دي اصلا كانت حقتنا، لكن هم سرقوها مننا. الكلام ده قاعدين يقولوا مثقفين. الكلام ده قاعد يقوله محمد جلال هاشم ذاته. محمد جلال هاشم قاعد يقول الكلام ده. قاعد يدي النازل حق في الحضاره النوبيه. طالما اديتهم حق في الحضاره النوبيه يا محمد جلال هاشم، بعدين لما يجوا يذبحوا اهلك ما تبغوا تتباكى لنا. ما تبغوا تتباكى يا محمد جلال هاشم، انت اللي قلت للناس يا تو زول نوباوي بيجي بطبح له زول، هو لو بطبح زول انت على الاقل قعدته؟ ها؟ لا لو بطبح زول انت قعدته يا اخي الله يا ابو الاوروبا المزيفه يا انت اللي قلت للناس يا محمد جلال هاشم انه انتوا الحضاره دي بنيتوها. وحتى النوبه الموجودين في جبال النوبه وانت محتمي بيهم بتقول لهم انتم نوبيين اصليين، النازل ما نوبيين اصليين. النازل كانوا عباره عن خدم. كانوا عباره عن خدم وعبيد في 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 مملكه كوش. بس ارقد يا ارقد ارقد. والله لو جيت قلت ديل يا الحرام ما في زول بسالك. لو جيت نبست بامهاتنا ما في زول بسالك. ما في زول بسالك. عادي بقول لي يا اخي ده زول مجنون قطع ظل الساقط. لو جيت نبست الحركات المسلحه تشك ما في زول عنده معك شغله. لكن ده شعب كامل تيجي تقول لي عباره عن خدم وعبيد وهم سودانيين اصليين، انت قول ونحن نرفع، قول ونحن نرفع بس، ونصعد الموضوع بس عشان تتركب بعدين، عشان الركوب ذاته يكون تمام. الله العظيم الله العظيم لو قال لك تعال السودان ثاني ما تجي. طيب انا ده ارجع لكم شويه شويه يا جماعه. طبعا في ناس مبارك كوروكو دير اتكلم بعد، انا بعد دير اتكلم يا جماعه. جبت بس جبت فيديوهات و حاجات كده يعني الناس علقت في الموضوع بتاع، انا داير اتكلم بعد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته مجددا، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا امبارح شايف في لايفاتيه كثير طروا وردموا لمني وردموا لجبرين، والمهم يا زول الحركات المسلحه، والمهم الشيء سووه، والمهم كوركو في الموضوع ده. اوه يا جماعه اوه اوه السلام عليكم. بالذات جماعه عبد الواحد طلعوا كم واحد كده قاموا يتكلموا وردموا ناس مني وناس جبرين. انا اكثر زول اتحداك تحدي عبر اللايفات دي وشاهدهم الملايين. يعني في لايف 80,000 70,000 60,000 100,000 120,000 100، معناته لما نلمه كده نلم اللايفات دي ملايين شاهدهم صح؟ اكثر زول انا ردمتهم وطلعت ميتين ابو اهرم لناس مني وجبرين، وبكرههم لانه خط يدهم مع الجنجبيت والرباطه. لكن تعالوا لي هنا قريب كده، تعالوا نحرشكم كده، نخرشكم خرشه كده. ما يتصال ده خلاص انتهينا منه والناس كانت عارفينه وبتاع، بس حاولنا ندردش كده مع بعض، لكن كده تعال نحبشكم شويه كده. انا في مقطع كده فيديو لعبد الواحد بيتكلم بسماعات كبيره مع جيشه. كويس؟ بقول لهم يا اخي لازم تسمعوا كلام الضباط
ولازم تكونوا ناس مسؤولين، ونحن عسكريين عسكري منضبط وكده. والمهم انا حللت الفيديو ده، شيروا لنا يا جماعه، عملوا لنا شير، حللت الفيديو بتاع عبد الواحد اللي قاعد يتكلم مع جيشه عبر التواصل وبسماعات كبيره، وبيتكلم مع جيشه انه في تخريج كده، يقول له لازم انتوا تكونوا منضبطين وتسمعوا كلام الضباط، ونحن جيشنا ده وبتاع. اول حاجه العسكري ده هو اصلا عسكري حربي، يعني الجيش العسكري بتاع الجيش ده اصلا هو اسمه جندي مقاتل. جندي ايه؟ مقاتل، يعني ما شرطه، يعني ما بعدين شرطه يجيبوه يقبض زول ويكلبش ويوديه الحراسه وبعد ذاك يوديه النيابه ويوديه المحكمه، لا لا لا، ولا شيء، ولا يشتغل في الجوازات. ده زول عسكري مقاتل، انا بقصد لك ده الجيش حقه، يعني اصلا برنامجه بيقتل، فهمه قتل. العسكري بتاع الجيش اصلا اسمه جندي مقاتل، يقتل منو؟ يقتل النبي، ما يقتل الناس، والناس بيقتلهم بوجه حق ما وجه باطل، يدافع عن الارض والارض والدستور. افهم يا ابن ادم، ما دار تمشيهم كده كويس وتخطهم طرف وبعدين تجيبهم في ترتيبات امنيه، ها يكونوا جزء لا يتجزا من قوات الشعب المسلح، يمشوا وين؟ يمشوا يقودوا في دارفور ويقودوا في انحاء السودان بعد الدمج والتسريح. هناك ده لو في جنجويد ثاني قالوا كا حيحاربوا ولا حيسكتوا؟ طيب ده نقطه مهمه جدا، انا داير يجاوبني دول منكم تابع اليوب في جايبني الكلام ده، واي عسكري ذاته حسي شغال مع عبد الواحد جاوبني الكلام ده. انتوا اسمكم، اسمكم شنو؟ اسمكم انتوا جيش، انت اسمك جندي مقاتل، حتقتل حبوبتي يعني؟ ما حتقتل الدول اللي بيجي بيغتصب الارض والارض ده؟ طيب انتوا حسي حارسين شنو؟ انتوا حسي قد ورونا يا جماعه، امهاتكم وابهاتكم وخالاتكم قاعدين يغتصبوهم، حسي انتوا ما حميتهم، دارين تحموا 200. ده نقطتين جاوبوني على الكلام ده، عشان ما يحطوا لك حواس في راسك ويدوك نجوم، بعدين يقول لك احنا دارين نجيبك في الترتيبات الامنيه، لانه الشغله ده فيه لغط كثير، فيه مني، فيه جبرين، فيه طاهر حجر، فيه منو، فيه نعمتك، فيه جنجويد، فيه كيزان، انت لسه بعيد كل البعد. انت ما عندك وجود الان، ما يغشوكم شكل، انت جندي مقاتل. حتقتل حبوبتي يعني ولا حتقتل النمل في الارض؟ ناس تعمل لنا ملصقات يا جماعه، التعليقات وقفت. ده نقطه مهمه جدا، عشان ما يقول ان احنا عسكريين عسكري منضبط وعن احنا وكده وفعلتك ونعمتك والكلام الفضفاض والكلام الفارغ ده. انت عارف جيشه ده انا بقول لك زي شنو؟ مش زي الزينه. جيشه ده زي الزول اشترى له بيت ودار يرحل من بيته القديم. حيحول العفش طبعا، حيربط العفش كده في كراتين، وبعدين الجيران كده بتلموا بيقول لي يا اخي احنا دارين نساعدوك، لكن في كراتين فيه كبابي بتاعت شاي وبتاعت مويه، ها كبابي بتاعت مويه، ففي شافعي كده عمري 10 12 سنه لما دار يجي يرفع الكرتونه بتاع الكباب بتاع المويه بيقول لا 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 ده فيه كباب بيتكسر، بس زي ده ولا ما كده يا جماعه؟ جيش زي ده بس يقول لا لا لا، خاطينهم زي الكباب في الكرتونه، وجاي داير يرفع الشافع يقول لا 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 الكباب دي بتتكسر. انت قدرت تفهم ليه؟ يا ناس هوي، يا ناس هوي، وما تجي تتباك ولا تتباك على شنو؟ تتباك على خيبتك، انت ما موجود، انت ما في، انت حمام ميت. لا تتباك اول على ناس مني ده، يا اخي دي الناس قلت لك ارزقيه ارزقيه، هم والكيزان والجنجويت واحد اولاد خالات. الكلام ده جديد؟ انت ده انت داير تعرف مني الليله انت عشان داير تجي تقورك معه؟ شماعه بس لاقين شماعه، شماعه تعرف شماعه بس بجي همار قصير. انا ما منظم، انا ممكن اتكلم في مني يوميا اردمه، لكن انت منظم، انت ما زي انا فلوتر، انت منظم، انت منظم، انت عملت شنو؟ بس هنا موضوع بسيط جدا، عملت انت شنو؟ بس هنا نزلني هنا في المحل دي بس، عشان الكلام ما يكون ساكت يا جماعة، ما ممكن والله العظيم. شفت جيشه ده زينة زي الكرتونة اللي فيها الكباب بتاع المويه، ودير يرفع شافي صغير ولا بنية، لا 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 الكرتونة دي بتكسر عنده 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 هناك عنده كباب بتاعت مويه. والله انا انتو شو هاي؟ اي واحد بس عصره شاف كده اتلفت شمال اتلفت يمين، ما هيقدر يتكلم طبعا، الا يرجع في مني مثلا، ينط في مني طبعا، ها مني ده طيب ما والجنجويد والكيزان قاعدين، هتتكلموا في الجنجويد طيب ولا هتتكلموا في منو؟ انا سوي كلامكم ده ما بوديكم قدام.
زي ما قالت لبلب كل لحمه في لب الايش ده بيجيب لكم مراوه مع الضباط. ها اوي عشان ما تجي تقنعوا الشعب الدارفوري بانك انت يعني شغال، لكن بس الايق الوحيد مني ولا جبرين ولا طاهر هجر. لا 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 انت برضه ورينا. ما قبل اليوم لما نجي نتكلم معاهم بجي بقول لك شنو تعرف؟ بقول لك اسمعي انا احنا ده عندنا مشروع. تذكروا حسي ما في دول بيجي بقول انا عندي مشروع صح؟ كويس؟ زمان عندنا مشروع عندنا مشروع عندنا مشروع. في زول حسي بيطلع لايف بقول انا عندي مشروع. الموضوع ده طبعا خلوه طبعا صح؟ ما في زول بيقول لك انا عندي مشروع طبعا صح؟ بقول لك انا احنا عندنا مشروع وانتوا كمان تعالوا لنا اطرحوا لنا مشاريعكم. والله نحن ما عندنا اي مشروع، نحن عندنا بندقيتنا وبنبل الجنجبيل بس. ما عندنا يا مشروع. انا ما عندنا اي